الكويت قطعت شوطا كبيرا في التعاون مع الناتو أكثر من الدول الأخرى، وكان آخرها اتفاقية العبور مرورا بمنطقتنا إلى أماكن تواجد الناتو. الاجتماعات الماضية كانت في الكويت، هناك تنسيق كثير بالإضافة إلى ما تمثله الكويت في مجلس التعاون من ثقل، سواء كانت دولة طرفية أو في مبادراتها الكثيرة بالتعاون مع الناتو. أنا أعتقد لم يأتي عبثا، لكن هناك حسابات كما ذكرتها لك.